بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف السابع في درسنا هذا من مادة التاريخ بعنوان تنافس استعماري، رقم الصفحة 85. طبعا المنطقة العربية يا طلاب عانت لفترات طويلة من سيطرة الإمبراطوريات الأجنبية، وعلى رأسها الإمبراطورية الفارسية، الرومانية، اليونانية. هناك عديد من الإمبراطوريات كانت تسابق بعضها البعض بالسيطرة على هذه المنطقة. لماذا برأيكم؟ علل لماذا تسابقت الإمبراطوريات الأجنبية لاحتلال المنطقة العربية؟ إذن هنا لدي تعليل في أول الفقرة. الجواب: لأهمية موقعها وتنوع خيراتها. ننتقل إلى أهم هذه الإمبراطوريات. لدي الإمبراطورية الفارسية، اليونانية، الرومانية. فالإمبراطورية الفارسية، طبعا الأسرة الأخمينية الفارسية كونت إمبراطورية منذ عام 559 إلى 330 قبل الميلاد. هذه الإمبراطورية سيطرت من خلالها على جميع الطرق التجارية المؤدية إلى البحر المتوسط. طبعا كان الهدف هو السيطرة على الطرق المؤدية إلى البحر المتوسط من أجل تضييق الخناق على المناطق العربية. ننتقل بعدها إلى الاحتلال اليوناني. طبعا الاحتلال اليوناني يبدأ مع الحروب التي خاضها الإسكندر المقدوني في المنطقة، وبعد وفاته طبعا اقتسم قادته حكم المنطقة وأتم احتلالها والسيطرة عليها. بعد ذلك ننتقل إلى الإمبراطورية الرومانية. طبعا شكلت سوريا أثناء الاحتلال الروماني أحد أهم الولايات، فساهمت في الدفاع عن حدود الإمبراطورية الشرقية بالإضافة لدورها التجاري، وزادت أهميتها مع حكم أسراد سيفيريوس والأسر العربية في روما. طبعا ننتقل إلى فقرة جديدة في الصفحة 86 بعنوان سوري يحكم روما. طبعا المجتمع السوري بشكل كبير أثر في ثقافة واقتصاد الإمبراطورية الرومانية، فتأثرت الإمبراطورية الرومانية بالمجتمع السوري أيضا بشكل كبير، فوصل إلى عرشها عدد من السوريين أشهرهم الإمبراطور فيليب العربي. إذن هو أصبح إمبراطورا رومانيا، وهو من سوريا من محافظة السويداء في عام 244 ميلادي. طبعا أصبحت تعرف بعد اعتلائه عرش الإمبراطورية الرومانية باسم فيليبو بوليس. وقد قام فيليب العربي بمجموعة من الإصلاحات شملت النواحي الاقتصادية والاجتماعية. إذن هنا لدي سؤال: ما هي إصلاحات فيليب العربي؟ إذن شملت إصلاحاته جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية في الإمبراطورية. هنا لدي قصة لنستمع إليها من حارس التراث الوطني، يخبرنا عن قصة حدثت معه في عهد فيليب العربي. لنستمع إلى القصة في الصفحة 87. كان الفلاحون يعانون أثناء الاحتلال الروماني من قسوة شدة الضرائب وكثرتها، لكن الناس سمعوا أن إمبراطورا عربيا تسلم حكم روما فوجه له هذه الرسالة: بينما يحظى سائر الناس في أيام حكمك السعيد يا أكثر الملوك تقوى وبركة بحياة آمنة لا يكدر صفوها، فقد انتهى الفساد وانقطع تماما الاستغلال. ما زلنا وحدنا نقاسي من المساوئ ما لا يتفق مع عهدكم السعيد، لذا نرفع إلى مقامكم هذا الالتماس ونلتجئ إلى جلالتكم، فنحن نعاني من الظلم وابتزاز الأموال من أولئك الذين واجبهم أن يحموا الشعب، يجئون إلى قريتنا ويسوقوننا بعيدا عن أعمالنا ويستولون على مواشينا التي نستخدمها في الحرف ويبتزون منا ما ليس من حقهم، فنحن نعاني ظلما واستغلالا غير عاديين. طلاب أطلب منكم الإجابة على هذه الأسئلة من خلال قراءة النص. إذن لدي واجب أبني أفكاري في الصفحة 87. ننتقل بعدها إلى فقرة مقاومة تدمر. طبعا يا طلاب كلنا نعرف أن تدمر موقعها الاستراتيجي الواقع في وسط البادية السورية أدى هذا الموقع، أو تميز هذا الموقع، دخل تدمر في مرحلة صراع دولي بين الإمبراطوريتين الرومانية والفارسية. طبعا هذا الشيء دفع بأحد حكامها وهو أذينة، ومن بعده زوجته زنوبيا، بمحاولة تأسيس مملكة مستقلة عن الحكم الروماني. إذن سعوا إلى تأسيس مملكة في تدمر تكون مستقلة عن الحكم الروماني. هذا الشيء أدى إلى دخولها في صراع كبير مع الرومان.
هنا قام الإمبراطور الروماني أورليان بحصار المدينة، فيتبين ذلك من رسالة زينوبيا في ردها على عرض الإمبراطور الروماني عندما طلب منها أن تستسلم مقابل أن يبقي على حياتها. فأردت عليه زينوبيا، لنرى الرد. من زينوبيا ملكة الشرق إلى أورليان، لم يطلب شخص غيرك في خطاب ما طلبته، ولا يجب إنجاز أي من أمور الحرب إلا بالبسالة وحدها. لقد طالبت باستسلامي، لن نفتقر إلى التعزيزات التي ننتظرها الآن، وإلى جانبنا تقف القبائل العربية. إذن هنا هي كانت تتكلم بسيف القبائل العربية التي كانت أو كانوا معها. فإن وصلت هذه القوات التي نتوقع تدفقها من كل جانب، لتجنبت أنت هذا التكبر الذي تأمرني به بالاستسلام. إذن هنا نص الرسالة، هناك أسئلة أبني أفكاري، أرجو منكم يا طلاب الإجابة عليها من خلال النص الذي أرسلته زينوبيا إلى ملك الإمبراطور إلى الإمبراطور الروماني أورليان. فلدي مجموعة من الأسئلة، أرجو منكم الإجابة عليها وإرسال الواجب إلى الغرفة. ولا ننسى أيضا ورقة عمل أسئلة الوحدة الثالثة، أوراق عمل في الصفحة 89 والصفحة أيضا 90. لدي أسئلة الوحدة، هي واجب معكم إن شاء الله يجيب عليها مع أسئلة الدرس وإرسالها إلى الغرفة لتصحيح أو لتصويب الخطأ. وفقكم الله إن شاء الله، شكرا لكم، أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح.